اتفقنا. بس في مشكله. ايه؟ في ايه؟ حلقتك برجالتك. اصل عندنا اسبوع في العيله النهارده فبستعدله يعني. ثانيه واحده. ها منصور. ايوه يا استاذ اسماء. عايز اقول لك على حاجه بس، في ورقه خضراء على المكتب بتاعي، روح دور عليها وهاتها لي بسرعه. يلا. عليا. برافو عليك يا اسماء. المهم احنا لو جبنا الهديه ديت الميزانيه هتخرم معانا. ما تقلقيش يا مهتاب، انا عامل دراسه جدول عيد الميلاد، بس انا شايف ان عدد المدعوين المفروض يقل شويه. مش يعني مثلا الامجد ملوش لازمه. ايوه العقل. ويا ريت كمان تكون الحفله مختصره اكتر بكتير، يعني مثلا يبقى انا وانت ومستر كريم، ويا ريت ما يبقاش في مستر كريم، ويا ريت ما يبقاش في حفله، ويا ريت نبقى انا وانت بس، ويا ريت ويا ريت تطلع بره. ده تكميله. اتفضلي يا استاذه اسماء، ادي الورق كله اهو، لو جدعه بقى طلعي لي منه ورقه واحده خضراء. خد يا منصور ورقه خضراء اهي ب 20 جنيه، روح هات لي علبتين سجاير. عليا يا باشا فرير. كويس، ده ممكن يحلل لنا المفاجاه. ها نكمل. يا جماعه مش مشكله الفلوس خالص، احنا عايزين عيد ميلادي ليه مستر كريم. ايوه انا عندي فكره بمليون جنيه، احنا نعزم كل الاصدقاء مستر كريم ونعمل لهم منيو متشارج 20 جنيه. ايوه ومدحت صالح اشترك معانا بنصيب الاسد. حرام عليك يا مفتري، ده ضيف. بصوا احنا لا يا باشا، بس انا ما طلبتش قهوه. لزوم التمويه يا باشا لابدلك في الدره. وفي ايه؟ بصريح العباره كده في مؤامره ضدك برابطه المعلم امجد، وكانوا عاملين ما تكملش، انا ارفض ان ندير المحطه بتاعتي بالاسلوب ده، اتفضل اطلع بره. منصور انما لو هتقولي حاجه مهمه فيها مصلحه المحطه انا ما عنديش مانع اسمع. طبعا يا باشا، دي فيها مصلحتنا كلنا. واضح ان الجماعه مش عاجبهم المرتبات. وايه اللي عرفك؟ يعني سمعتهم بيقولوا كده ميزانيتنا خرمت والمذيعين بيطلبوا ببدل مظهر. ده لازم امجد اللي عايش لي في دور مذيع تلفزيوني. ما تراكيش كلام كتير. ورجعنا لكم تاني ونص ساعه حب مع امجد مجدي، واحب افكركم بموضوع حلقتنا النهارده عيد ميلاد حبيبي. والحلقه النهارده مخصصينها لاستقبال تليفونات حبيبهم بس. ومعانا اتصال تليفوني من مدام زيزي. هاي زيزي. هاي امجد. ممكن تعلي صوتك شويه؟ ما اقدرش، جوزي يسمع، انا مش عايزه احرق له المفاجاه. انا عايزه اقول لحبيبي كل سنه وهو طيب، وربنا يخليه ليا على طول، لاني بحبه جدا جدا. وحبيبك ده جوزك طبعا. طبعا. طب وهو قاعد قدام الراديو سامعنا دلوقتي؟ لا. امال الكلام ده هيوصله ازاي؟ هو البرنامج ده ما بيتعادش؟ لا. ومعانا اتصال تاني. الو. الو. ايوه انا اسمي شهرزاد. احكي يا شهرزاد. امجد انا عندي مشكله، لاني نفسي اعمل مفاجاه لجوزي ومش عارفه اعمل ايه. جوزي انسان رقيق رومانسي مالوش طلبات، من كتر رومانسيته بحس اني مش رومانسيه. تخيل تخيل صوته دايما هادي ومفيش اي حاجه بتضايقه غير حاجه واحده بس. كل الشرابات بتاعتي مقطعه ومهربده. الله، ما صلحتيش الشرابات ليه يا شهرزاد؟ ما لحقتش يا مسرور. طب فين الشراب الكاروه؟ مقطوع هو راخر. طب البس البدله المقلمه ازاي دلوقتي؟ دي عيشه بقت تقرف. زي ما سمعنا يا امجد، مسرور منسق جدا ورومانسي وشيك ويحب كل حاجه في حياته تبقى لايقه على بعض. اشتري له دستة شربات، ويا ريت تعملي ده قبل ما يرجع تاني. بصوا يا جماعه، انا هقول لكم تعملوا مفاجاه ازاي. المفاجاه زي اي مؤامره سريه اهم عناصرها الكتمان، ولازم تعرف او تعرفي انه عشان تخطيط اي مفاجاه لازم نوفر عنصرين مهمين، اولهم السريه، تانيهم برضو الكتمان. امجد امجد. ايه كده؟ كنت هتلبسنا في شجره. ايه اللغه السوقيه دي؟ انت مهندس صوت ولا سواق على خط السلام؟ براحتك يا استاذ براحتك، احرق لنا المفاجاه بقى. تخيلي الموضوع كان هيتكشف. بقول لك ايه؟ احنا هننفذ امتى؟ ننفذ ايه يا عم؟ ها؟ تخيل يا مستر
مستر كريم؟ امجد عايز اشتغل منتج منفذ. عايز اشتغل مخرج منفذ. وده من امتى ان شاء الله؟ لا ده موضوع مستقبلي، يعني ممكن تقول كده لما اطلع على المعاش. قلبي وقع في رجليا، بس الحمد لله ما سمعش حاجه خالص. الحمد لله. مالك يا فريده؟ شكلك زعلانه. تخيل يا هاني وانا بمون النهارده الود بتاع البنزين السوسه ده شخط في القطه وهي قاعده ورا. اما ليه الادب صحيح؟ مش عارفه اعمل لها ايه. من ساعتها ساكته خالص وجالها اكتئاب. يومين كده وهترجع تهوها وزي الحمار، بس انت خليها كل يوم الصبح تلعب ضغط وهي تبقى زي الفل. يا حرام عقدها. اقول لك انت غير المحطه، واحنا من بكره كلنا هنتضامن معاكي ونغير المحطه احنا كمان. الو، فين التورته والجاتو والساليزون والباتيبان والسكالانه؟ ايوه يا اخويا السكالانه في التراليش يا لالالي. يخرب عقلك يا فريده، هي الحاجات دي يا اختي بتتاكل؟ المهم يا ابني فين الحاجات اللي بقولك عليها؟ لا انا اسماء من محطه الاذاعه وطالبه الاوردر من ساعه. ايه؟ لا يا حبيبي، وممكن اغني لك اغنيه تانية تزعلك. بقول لك ايه، بطل لوك 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 لوك. فين المدير بتاعك؟ طبعا ما هو لازم ما يبقاش موجود. هو ده مدير ده ولا عمره هيبقى مدير. بقول لك ايه، ده اخر تعامل هيكون بينا. حتى انت يا اسماء ولا يهمك، انت مش محتاج كل البشر ده يا باشا. هي الاذاعه ايه غير ميكروفون وبقين حلوين يريحوا الناس وشويه اغاني؟ بص يا باشا، ده السي في بتاعي، سعادتك هتقراه من هنا هتعرف ان منصب عون الله يشلك الليله دي كلها لوحده. راجل اللي موت موبايله يا باشا. رضا، حد لاقي؟ الو، ايوه مدحت. لا انا مش عايزك تكلم دينا خالص، لو كلمتك ما تردش عليها. انا خلاص مشيتها، مذيعه فاشله. انا جايب لك مذيعه احسن منها بكتير. مستنيك في الميعاد. اوكي ماشي باي. اكيد في دول حد احسن من رابطه المعلم امجد اللي متامرين عليا. اهو ده ممكن يبقى مكان هاني. الأستاذ الكابتن ميمي شربيني؟ ايه يا جبت السينا؟ احنا نعلقها هنا عشان أول ما يطلع يلاقيها في وشه على طول. ايه ده يا هاني؟ دي زينة، زينة رمضان. أنت يا ابني عمرك ما عملت عيد ميلاد. وريني. ما انا عيد ميلادي دايما بيجي في رمضان. الو، انسه مديحه، حضرتك كنت قدمتي طلب عشان تشتغلي مذيعه. احنا قلنا عليكي فاشله وصوتك وحش. انا قلت عليكي كده؟ امال بكلمك ليه؟ الو، احمد الجعير، انت كنت عملت انترفيو عندنا في الاذاعه وفايل على طلب. بتقول ايه؟ مش مصدق نفسك؟ وانا كمان والله. انت هتقدم برنامج نص ساعه حب مكان المذيع اللي اسمه امجد مجدي. بس ممكن اطلب من حضرتك طلب، يعني بعد اذن حضرتك ممكن تغير اسمك؟ نص ساعة حب مع أحمد الجعر. والله تمشي. بدري 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 والأيام بتجري. تعالوا لازم نحط زينة رمضان في الصف. كل سنة وانتم طيبين. أسماء أسماء، في واحد عايزك. طيب أنا جاية أهو. مساء الخير. يا سلام، ما هو لسه بدري. شغالة إزاي؟ خلاص ما تلكش كتير. هات. يلا
هاني يلا يا بطل روح نادي مستر كريم بس هتقول على حاجه. ها حاضر. مستر كريم مستر كريم عايزينك بره. ليه؟ عاملين لك مفاجاه. ده انا اللي محضر لكم حته مفاجاه. يا سلام ايه هي؟ لا امال ازاي تبقى مفاجاه يا هاني يا حبيبي. اه صحيح تخيل كنت هقول لك المفاجاه بتاعتنا بس انت كده لفتت نظري. بلغ الياور بتاعك اللي اسمه امجد اني مش هخرج الا لما يجي مدحت صالح. حريقه 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 دي الماتش مولع حريقه. ماتش ماتش ايه يا هاني؟ ماتش ليفربول وسكك حديد اسوان. انت هتهرج مخصوم منك. هابي بيرثداي تو يو هابي بيرثداي تو كريم هابي بيرثداي تو يو. انا متشكر جدا يا جماعه المفاجاه الجميله دي وبالمناسبه دي شهر مكافاه ليكم كلكم. بس يا مستر كريم انا قفلت سنه الماليه خلاص خد ظبطها على عيد ميلادك خايف لحاجه زي كده ممكن تحصل. يا لطيف انا قلت شهر يعني شهر مالكش دعوه اصرف شهر. يلا بلد 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 حيا وانفصل هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الايام فرحنا وانفصل. يلا بلد بلد حيا وانفصل. مين فصل ده؟ ده اسم الدلع بتاع اونكل كريم. النهارده النجم من كوكب تاني هادي رومانسي ملامحه شقيه جدا بيعشق الغنى والتمثيل وحاجات تانيه كتير ومعانا العاشق الفنان مدحت صالح. اهلا بيك النهارده ومنورنا. اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ كويس انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. حلو المايك ده. انت بتغني في مايك زي ده زمان؟ كان نفسي. لا كانت الست ام كلثوم هي اللي كانت بتغني في حاجات زي كده وكان الاستاذ عبد الحليم الاستاذ فريد الاطرش كان نفسنا. دلوقتي بنستخدمه زي الاكسسوار زي ديكور كده في الاغاني. طبعا طب نبتدي بقى حوارنا وحوار ساخن جدا بس هبتدي معاك من زمان شويه من الطفوله. يعني لسه من سنتين ثلاثه بالظبط من حاجه بسيطه قوي يعني. نفسي اعرف اكتر عن حياتك وانت طفل. هي زي اي في السن بتاع الاطفال كلنا بنبقى اشقياء الاولاد بالتحديد يعني البنات بيبقوا ورق. يعني كلنا كنا اشقياء يعني كل اصحابي افتكرهم من ايام الحاره وايام ما كنا في مدرسه ابتدائي وفي اعدادي واحنا مش عايز اقول الكلام ده عشان التلامذه الصغيرين ما يتعلموش يعني كنا بنزوغ وكنا بنعمل حاجات كده في ساعتها كنا شايفين دي شقاوه يعني كنا مبسوطين من اللي احنا بنعمله لما كبرنا عرفنا انه المفروض الواحد كان يبقى يعني ملتزم اكتر. كان في كارثه في المدرسه وتعاقبت ان هم حلقوا لك شعرك زيرو. ده وانا في الثانوي الازهري. هو اجبروني ان انا احلق لان هو بوظوا لي ايه لانه راح ضرب لي شعري من هنا من ورا ومن هنا من قدام فكنت لازم كده يعني كده تحلقه زيرو بقى خلاص يعني. شيخ باصل. يعني شيخ المعهد خلى الراجل الفراش ياخدني من المعهد واحنا وطلعني على الدراسه عند واحد حلاق كده وبالامر ضرب لي واحده من هنا واحده من هنا. ايه السبب؟ ايه اللي حصل؟ كنت مربي شعري وكنت بغني كنت عامل مشروع اسمه مشروع القرش. ايه مشروع القرش؟ احنا كنا مثلا عددنا في المعهد الثانوي الازهري كان حوالي مثلا ايه 3-4000 طالب تقريبا يعني. فكنت عامل مشروع اسمه مشروع القرش. مشروع القرش ده بوظف 3-4 من زمايلي انا اقعد استناهم في مكان معين وهم يلفوا يعدي على كل واحد من زمايله يقول له معكش قرش فكه قرش فكه قرش فكه نروح لمين فلوس كتير جدا كل يوم على مدار الاربع سنين بنروح سينمات واتقفشت في سنه رابعه في اخر سنه اتقفشت. طيب يمكن كمان عايز اعرف اكيد تعليمك الازهري فادك في الغنى. فادك من ناحيه ايه غير ان اكيد بتعلمت التوشيحات وال لا هو في حاجات بتتعلميها وانت بقى في الكتاب او في بتدرسي في الازهر او بتدرسي القران وبتحفظيه وكده في حاجات بتتعلميها بتفيدك من غير ما تحسي يعني تعلمي تنظيم نفس تعلمي مخارج الفاظ تعلمي سرق نفس فين حاجات كده يعني مع ان القران ما فيهوش سرقه نفس يعني لو تقولي ايه معينه لازم تقوليها كامله ما ينفعش تسرقي فيها يا تقفي عند مكان معين لكن في الغنى بنعرف نعمل كده يعني تلاقي المخارج الالفاظ صح والحروف طالعه صح الناس فاهمه بتسمع ايه يعني. طب ممكن نسمع جزء بسيط من جاي على نفسك ليه؟ جاي على نفسك ليه؟
راجع بعد ايه؟ انا مش بجدي لما بقولك اني حقيقي نسيتك. جاي على نفسك ليه؟ راجع بعد ايه؟ انا مش فاكر حتى ان كنت في يوم فعلا حبيتك. يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مكان. انا مش انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان. جاي على نفسك ليه؟ راجع بعد ايه؟ انا مش انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان. كريم بيه، الجماعه اللي انت كلمتهم وصلوا بره. جماعه مين؟ الستيفن الجديد. ستيفن ايه اللي ستيفن ده؟ اللي هم الموظفين الجدد يعني. الستاف. مشيهم مشيهم، خاصة اللي اسمه أحمد الجهر ده. لا باشا، ما هو بيقول إن هو غير اسمه فعلا؟ وسمى نفسه إيه؟ سمى نفسه سامح الجهر. يعني المشكلة كانت في أحمد. كان لي SMS من داليا محمد بتقول لك جاي على نفسك ليه؟ الأغنية الهيت الأخيرة في ألبومك الأخير اتغنت قبل كده وحصل مشكلة بينك وبين الفنان عمرو دياب، ايه حقيقة الموضوع ده؟ انا مفيش أي مشكلة حصلت. وأنا سمعت الكلام ده أكتر من أكتر من حد يعني، بس الأغنية في الأخ يعني الألبوم باسم جاي على نفسك ليه بتاعتي. أيوه. فما يعني كلام بقى مهاترات يعني، زي ما يكون حد مثلا راح له فيلم يعمله ما عملوش فراح لحد تاني، ما ينفعش يقول أنا كنت هعمل الفيلم ده وسبته وراح يعني. أيوه صح. خلاص الفيلم بقى باسم اللي عمله يعني، هو كده. طب واحنا سمعنا فعلا ان في حوار لعمرو دياب في التلفزيون المصري قال ان هو نفسه جدا يغني اغنيه كوكب تاني، بس طبعا بعد استئذانك. لا هو ما يا سلام يساعدني انه يغنيها. هو كلمني وكان عنده يعني حلم ان احنا نتلم كلنا ونغني المذهب بتاع كوكب تاني كلنا يعني، مش هو لوحده يعني. قال لي نعمل كده ونغني المذهب بس يعني. كان في احداث معينه حصلت كده. فيعني عجبني ان هو يعني مركز ومتابع وشايف اللي ينفع وايه اللي يليق يعني. اول ما ابتديت في مسرحيه ترقيعه، هل فعلا كان في مشاكل بينك وبين الفنان محمد هنيدي؟ اطلاقا. انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ والله هما اللي بيقولوا. لا لا لا، لو كانت في كان في يعني خلاف في وجهات نظر بيني وبين الجهه المنتجه، لكن هنيدي صديق واخ يعني بشغل، من غير الشغل احنا اخوات وعشره عمر. لكن كان في خلاف وجهات نظر بيني وبين الجهه المنتجه وخلاص يعني، كل واحد راح لحاله يعني. طب وفينك انت دلوقتي من المسرح؟ بطلته من ساعتها. ليه بقى؟ زهقت واتخنقت ومش زي ما دماغي عايزه يعني. مش ايه المسرح اللي بتحلم بيه طيب؟ لا احنا انا عشان بما اني مطرب وبحب الغنى والمزيكا لحد النهارده ما فيش حاجه غنائيه استعرضت عملت صح زي ما بنشوف بره. انا مش عارف هنا بيعتمدوا على توليفه ما بين كوميديان وبين مطرب وما بين حد بيرقص وشويه افيهات بتتعمل في وسط بعضيها كده، بيقولوا بيسموها توليفه كده طبخه يعني. لا مسرح غنائي واستعراضي ده موضوع تاني خالص، انا ما شفتوش لحد دلوقتي في مصر. لحد دلوقتي لسه مش موجود. وما اعتقدش ان في منتج عنده الجرأه والامكانيات انه ينفذ زي اللي بيتعمل بره. حضرتك من اكتر المطربين اللي ليهم رصيد في السينما، ويمكن اكتر مطربين كمان اللي عملت السينما، ومن اكتر المطربين اللي ما لهمش حظ في السينما. ده كان نفسي اسالك تقييمك لنفسك ايه سينمائيا. لا مش محظوظ في السينما. لا وانا كمان زي ما بقول لك انا يعني بعتبر نفسي ضيف على الناس اللي بتمثل على وسط التمثيل يعني، فما عنديش الخبره بتاعتهم ولا الـ هم عندهم ممارسه بيمارسوا الحكايه دي فبيبقوا فاهمين كل حاجه فيها. انا بعتبر نفسي ضيف فبيتقال لي حاجات ولما ادخل بقى على ارض الواقع ونبتدي ننفذ بقى الحاجات دي مش موجوده، بس ما ينفعش تسيب الشغل. جالنا SMS برضو من ساره رضا بتقول لك ان نفسها تسمع ثلاث سلامات، ومش هي لوحدها بصراحه، ده كل محطه من قبل ما ادخل. فعايز نسمع ثلاث سلامات. بعادك يا جميل طول وداول، بعاد بطول تلات
ايام يا روح قلبي وانا جنبي حسود وعزول وبعادك يا جميل طول وداول بعاد بطول تلات ايام يا روح قلبي وانا جنبي حسود وعزول يقسوني عليك مأساة ينسوني هواك منسى يا مالي الدنيا فعنيا يا مالي الدنيا فعنيا تلات سلامات وشوية تلات سلامات. بصي يا ستي ده من فين وده كرواسون وده ساليزون وده منين؟ منين ايه؟ كله من نفس الحلواني يا بنتي. منين؟ ده نوع من انواع الحلويات اسمه منين. ده اللي بيقولوا الفنان مدحت صالح تميمة حظ لكل نجوم الشباب في السينما دلوقتي، لكل ما شاء الله يعني كل فيلم بنلاقي أغنية الفنان مدحت صالح، بس طبعاً أكيد بتقرأ الموضوع قبليها. بس أني واحدة أغنية قريبة لقلبك قوي؟ في أكتر من حاجة يعني. إحنا ابتدينا مع يعني ابتديت مع السقف حبيبي يا عاشق شورت فانيلا كام؟ أيوة وبعدين عملت كذا حاجة بعديها، عملت لعادل إمام وعملت أني رمزي وعملت وفي الآخر حاجة برضو آخر حاجة عملناها كانت حاجة لأحمد السقف بتاع الفيلم الأخير بتاعه. طب ممكن نسمع منها جزء بسيط؟ أنا مش بعيد. أنا مش بعيد يا حبيبتي عنك، ده اللي بينا خطوتين، ورغم شوقي وقربي منك صعب تيجي العين في العين. يمكن قدامي ومش طايلك، بس أنا في القلب أكيد شايلك، مهما تعب وطريق حيصعب جايلك في معادي، جايلك في معادي، جايلك في معادي، أنا جايلك. الله جميلة مستحيل، ربنا يخليك. طيب الفنان مدحت صالح، عايزين نعرف آخر ألبومك، آخر أخبار ألبومك الجديد. يعني ابتدينا المعسكر، ابتدينا المعسكر ورش تعمل، ابتدينا نسمعه جمع حاجات، وان شاء الله يعني هتبقى مفاجاه جميله ان شاء الله. طب الفنان مدحت صالح هيغني لنا ايه بقى لكل المستمعين في ختام حلقتنا النهارده؟ حبيبي يا عاشي يا حر زي الطير، شاور حقول حاضر للحب قلبي اسير، الحلم ده حلمنا والحب من حقنا، مين اللي يمنع طير انه يطير في السماء. بحبكم قوي. بنشكر طبعا الفنان مدحت صالح على حضوره هنا في المحطة، وبنوعد ان شاء الله المستمعين بمزيد من النجوم. يا جماعة في واحد لسه ما دفعش. دينا 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 دفعت. منصور، هو منصور هيدفع برضو؟ أمجد، ما أنا دافعلك. مهتاب دفعت وأمجد دفع وفريدة دفعت ثلاث مرات، يبقى مين لسه ما دفعش؟ سوري يا جماعة، سوري أنا اللي ما دفعتش.